تجسيد الأفكار هو البصمة التي أظهرها الفنان علي فخور عبر منحوتاته التي تجلت بشخصيات تحمل قيم التاريخ وهويته القديمة، كما تظهر فلسفة الأساطير بالدخول إلى أعماق الشخصيات التي يقوم بنحتها. طبعا الفن التشكيلي هو فن بصري، والنحت حصريا هو أحد هذه الفنون البصرية، وهو أهم عمل فني تشكيلي هو فن النحت. طبعا فن النحت ينقل ما كل مشاكل الواقع ينقلها إلى الفن عبر إلى الرخام، عبر ليقدمه للمتلقي عبر هذا الرخام. طبعا من أدوات النحت أو من أدوات الفن التشكيلي أنه يستطيع أن يقدم للمتلقي كل مشكلة أو كل حالة موجودة في المجتمع، يقدمها بطريقة مميزة وفنية رائعة. منحوتات قد ضمت بين طياتها أدق التفاصيل التي صنعت بحب وشغف النحات علي، لتعبر عن الحب والسلام والجمال والوطني سوريا. الفن التشكيلي هو مرآة المجتمع. طبعا عبر العصور السابقة وعبر الحضارات السابقة كان الفن التشكيلي موقع خاص، حيث أن الفن هو مرآة هذه الحضارات، حتى وصلنا إلى وقتنا الحالي وعرفنا كل هذه الحضارات عبر الفن وعبر فن النحت حصريا، لأن الحجارة هي من نقلت كل هذه الحضارات عبر الزمن إلى وقتنا الحالي. رسالتنا من خلال الفن التشكيلي هي إيصال كل ما تعاني هذه البلاد، كل ما تعاني هذه الأرض من ويلات إلى المتلقي. طبعا هذا المتلقي ربما يكون سوريا أو يكون عربيا أو يكون عالميا، المهم أن تصل رسالة هذا الفنان إلى هذا العالم. طبعا أقصد هنا على المستوى السوري، لكن رسالة الفنان بالشكل العام هي إيصال كل مشاكل الواقع إلى المتلقي عبر الفن. هذه هي رسالة الفنانين ورسالة الفنان، وإن شاء الله تصل رسالتنا إلى كل العالم. قصص وأساطير تاريخية ترتبط مع العمل الفني ليبقى حاضرا وشاهدا على حضارات قديمة تعكس الحاضرة والنظر إلى المستقبل. محي الدين فهد، الإخبارية السورية، ريف حماه.